لقراءة أكثر تحليلا معنا هاتفيا دكتور صبحي عسلي الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. دكتور عسيلة أهلا بحضرتك معنا. وأكاذيب إسرائيل هي عرض مستمر بالتأكيد ومحاولات تشويه دور وجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية. قراءتك لسياسة لي الحقائق في مقابل موقف مصري ثابت وواضح؟ يعني خلينا أكد لحضرتك على نقطتين أو نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى اللي حضرتك سميتيها إن السياسة الإسرائيلية تقوم على مسلسل من الأكاذيب مستمر، وأنا أسميها أن آلة الكذب الإسرائيلية لا تتوقف عن العمل لا ليلا ولا نهارا. النقطة الثانية أنه فيما يتعلق خلينا نبقى عارفين أن كلما تثبت الموقف المصري، كلما أعلنت مصر وأصرت على موقفها الداعم والرافض لكل ما تقوم به إسرائيل، تقصر هذه الادعاءات، وأنه هذا الادعاء الأخير ليس الأول ولم يكن الأخير بأي حال من الأحوال. خلال 7 أشهر الماضية تعرضت مصر سواء من الإسرائيليين أو الإعلام الإسرائيلي أو حتى الإعلام الأمريكي لكمية غير مسبوقة في الحقيقة في العلاقة بين البلدين، لكمية من الأكاذيب والمزاعم التي لم يثبت بالمناسبة يعني صحت ولا صحت حتى يعني ربع منها ولا خمس منها ولا أي نسبة في الحقيقة ما هذه الادعاءات، ولم تثبت أي صحيفة من كل هذه الادعاءات ولا تقدم أي وصف واحدة على مثل هذه. قراءتك لتعامل المجتمع الدولي مع هذه الاتهامات وهذه الادعاءات سواء كانت من قبل إسرائيل، وبالتالي كيف يتعامل المجتمع الدولي مع مصر مع موقفها الواضح في ظل ذلك اتهامات وظروف؟ احنا اذا هذا الموضوع عندنا مشكله كبيره، وهذه المشكله متعلقه بالانحياز السافر للاعلام الغربي ناحيه اسرائيل، خاصه انه متابع للاعلام الامريكي المنحاز بالضروره والتابع بالضروره لكل الروايات الاسرائيليه. وهنا المجتمع الدولي الذي يستقي معلومات من الاعلام الغربي والاعلام الامريكي لا يمحص كثيرا. هؤلاء القراء ليس لديهم القدره على تكشف الحقائق ولا حتى ايصال الاسئله، يعني من حيث المنطق فقط يمكن ان يقف هذه الاكاذيب والادعاءات. بينما مصر، وهنا لازم نحيي دور القاهره الاخباريه التي تعرض الحقيقه كامله، وكل وسائل الاعلام المصري فيهم تلفزيون مصر، كل وسائل الاعلام المصري مسخره لكي تعرض الحقيقه. وانا اقول ان كل المزاعم مصر فندتها ليس قولا بل عملا، انه اي كلام عن المساعدات فان موضوع المعبر مفتوح والمغرب ولا ساعه والمساعدات مصطفه امامه. اي كلام ادعاءاته اسرائيل قدمت مصر دليلا معارضا او نافيا بالضروره لاي ذي عقل ان هذا الموضوع ادعاء وكذب ولا يمكن تصديقه. طيب هذه التصريحات الاسرائيليه دكتور صبحي يعني الى اي مدى تعتبر موجهه للداخل الاسرائيلي في محاوله لتقليل غضب الشارع الاسرائيلي بعد فشلها في التعامل مع تطورات الحرب على غزه؟ يعني بكل تاكيد هذه الادعاءات وهذه الحرب الاعلاميه التي تخوضها اسرائيل اساسها انها اسرائيل تعرف ان الوضع صعب عليها اعلاميا وسياسيا، اسرائيل اصبحت دوله منبوذه هذا على المستوى الدولي، فكل هذه المزاعم بتحاول تبيض هذه الصوره الى حد ما. انما الامر الاهم اشرت عليه حضرتك وهو خطاب الداخل، ان المعركه في الاساس هي معركه داخليه. اسرائيل كما وصفت كثير قبل كده دوله ليست لها سياسه خارجيه، هي فقط لها سياسه داخليه، وكل هذه الخلافات وكل هذه المواقف تبنى وتنطلق وتنتهي وتبدا بالداخل الاسرائيلي. الكل في اسرائيل الان تحت سياسه ايمانيه عينه على اليوم التالي وتحسته من الكعكه التي يمكن ان يحصل عليها، ومن ثم يصدر هذا الخطاب الى الداخل الاسرائيلي ظنا منه ان هذا القطار، وهو في الحقيقه طبعا في ظل حاله اليمين المتطرف واليمين المسيطر على الراي العام الاسرائيلي، هناك من ينصحك الى هذه الروايه ويصدق ان هذا يمكن ان يحدث ولا يعود مره اخرى ليسال نفسه هل هذا حدث هل يمكن ان يحدث. هذا لا يسال تماما لانه خطاب داخلي شعراوي بالاساس من جانب نعم. دكتور صبحي عسيلة الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، شكرا جزيلا لك.